قدس هذا قدر عليه من الله وهني على في الموتى باكو يلعبوا منهم اربع انفار جهال اثنين وجهال محمد منصور اثنين لقيه سراب خرجها المضار قاموا لعبوا بس جادلوا به هذا يوم كان فيهم قدر الله عليهم واحد توفى وابن الحباني وقال له شظايا شويه والحمد لله الله شافي الباقيين. جابر ما بستم كيف موقع على المجدار وذي احنا شلنا الدماء ورجعنا ورجع شلنا للبيت واسمعنا للقارح اسمع للقارح وعمل صلاة أشكر وما في حس إني جلي فيه إن شاء الله. بعدها حملت صلاة البدر ورجع سعفوني المستشفى. الطفل يوسف هو كان الضحية لجهل أن أتعامل مع شيء برغم نشاطات التوعية، وهناك جهل أيضا من الأهالي أنهم ما وعوا شيء أولادهم عدم الاقتراب من الأشياء هذه. كان هناك عبث بالقذيفة حقيقة من قبل الأطفال، كانت الأصابة المباشرة هي شظية من نتيجة للانفجار، لأن في بعض القذائف هي محفزة تكون جاهزة للانفجار، فمجرد العبث البسيط بها أو دقها قد تنفجر أو حرقها. كم سعانت منك يا صالح؟ صراحة سريع ما خليش يد